النهاردة معانا طريقة نقدر نسرع بيها الريندر في الأفتر إفكت بطريقة سهلة جدا وبقى على جودة وبسرعة جدا، أسرع من الميديا انكودر أو أسرع من الأفتر إفكت نفسه. طريقة كده لو تابع معانا الشرح، خش على الشرح على طول. ندخل على المتصفح عند جوجل، نكتب هنحمل البرنامج الأولاني، برنامج كويك تايم. الموضوع ده هنحتاج فيه برنامجين، البرنامج الأول كويك تايم، هنحمل كويك تايم. تمام، هندوس فري داونلود، كنسل دي، محتاج ننزلها بوست. تمام، هتستنى عليه هيحمل معاك. كده اهو حملها، بس انا محملها قبل كده هكنسله يعني، محملها قبل كده ومسبتها على الجهاز. هتستنى انت لحد ما يخلص معاك، انا هكنسل. تمام، البرنامج التاني هتثبت بعد الكلوك تايم، بعد كده هتثبت البرنامج التاني. هسيبلك رابط تحميل اسفل الفيديو، رابط تحميل مباشر اللي هو الكي لايت كودك. هسيبلك رابط تحميل برضه هتثبته عندك. تمام، هتثبت الكويك تايم وهتثبت الكلايت كودك. خش على المشروع بتاع افتر افكت، نصغر الحجم بتاعه شوية، ده 30 ثانية، نصغره شوية بس عشان وقت الفيديو ما يطولش عليك. خلي مثلا 10 ثواني، وهوريك برضو الوقت اللي خده في الرندر قد ايه، يعني عشان متكونش سرع الفيديو ولا حاجة، هوريك كل حاجة قدامك. تمام، هنعمل رندر للعشر ثواني دول، نختار هنا الصيغة ال اف اي، هتسيبها زي ما هي، هتعمل على الفورمات اوبشن، هتلاقي ايه الفيديو كودك، هتلاقي الصيغة دي ظهرت عندك اللي هي اكس في اي دي، لازم الصيغة دي تختارها هي اللي هتفرق معاك. بس اوكي، بس اوكي. تمام، نختار مكان الحفظ، نسميه 5 مثلا عشان نفتكر الفيديو مع بعض هياخد وقت قد ايه. تمام، نضغط رندر. انا هنا مسرع الفيديو شوية. تمام، بس هوريك خد وقت قد ايه برضو، عشان انا ايه مش هفصل واشغل تاني عشان ما تقولش ايه ده انت وقفت الفيديو حالا. لا، انا مشغل الفيديو زي ما هو بس مسرع شوية، فتمليش دعوة بالتسريع. انا هوريك الوقت اللي خد قد ايه لما يخلص واحنا شغالين مع بعض على طول. بعدين بتفرق من جهاز للتاني، يعني انا جهازي يعتبر متوسط يعني مش قوي، فلو انت عندك جهاز قوي هتفرق معاك جامد جدا. هنلاحظ دلوقتي، نشوف العشر ثواني دول هخلصهم في قد ايه. تمام، هتلاحظ فرق كبير جدا بين الرندر. تمام، هو كده خلص، شوف الوقت خلص في قد ايه. هنا خلاص في دقيقة، في دقيقة 57 ثانية، يعني دقيقتين، 10 ثواني خلصهم في دقيقتين. فدي يعتبر حاجة سريعة جدا وطريقة جديدة وحصرية، إن شاء الله هتفيدك جدا. هنشوف الفيديو بتاعنا، نشوف المساحة والجودة بتاعته. مساحة، زي ما انت شايف 448 كيلو بايت، يعني حاجة لا تذكر يعني. تمام، وهنشوف الجودة برضو معاك. الجودة زي ما انت شايف 1920x1080، جودة فول اتش دي، فول اتش دي. وهنشغل فيديو برضو عشان تتأكد من كل حاجة. زي ما انت شايف الفيديو الجودة بتاعته عاملة ازاي، حاجة منتهى الروعة. ياريت لو استفدت بالفيديو ده او المعلومة دي، ياريت متبخلش عليا بالاشتراك بالقناة، ولو استفدت بالفيديو ده ياريت تشاركه مع أصحابك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.